بالنسبه لي حاجه جديدة. طب انا معايا الكابتن ساره امين لاعبه النادي الاهلي، ايوه بعت لك رساله برضو عشان ترد عليها فيها. ابراهيم طبعا مش اول مره اتمرن معاه في الاهلي، اتمرنت معاه في المنتخب قبل كده. طبعا كابتن ابراهيم على طول كل اللعيبه بتتعلم من خبراته، من علمه الواسع الكبير اللي ملوش نهايه. هو يعني على طول في اللي هو تقدم، وعلى طول بيقرا كتير، على طول يتفرج على ماتشات كتير، على طول بينقل لنا الخبرات دي من خلال بقى الفيديوهات اللي يقعد يصورنا في التمرين، يعرف بالظبط نقط ضعف كل واحده، ما بيبخلش على اي حد بمعلومه. كان سيزن صعب بالنسبة لنا، قدرنا ان احنا نحقق 3 بطولات مهمين جدا. كان واثق في كل واحدة فينا، والحمد لله قدرنا ان احنا نعدي السيزن ده كسبانين 3 بطولات، وان شاء الله السيزن الجاي نكملهم 4، وان شاء الله يبقى سيزن موفق لينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. تقول ايه لكابتن سارة؟ هما تعبت معايا والله، الفرقه كلها تعبت معايا. تعبت فعلا فعلا، انا مقدر المجهود اللي هم بس مجهودهم بسم الله ما شاء الله الحمد ظهر. لله هم شافوا النتيجه بنفسهم وبقى ليهم جمهور. لو ولهم شعبيه دلوقتي يعني حاجه كويسه، وهم ابطال من زمان يعني، مش من انا عشان ماسكهم، هم يستحقوا كل حاجه كويسه لمجهودهم وتركيزهم، وهو الفولي بالنسبه لهم هي حاجه مهمه يعني، لعبه بيحبوها وبينتجوا فيها وبيحققوا فيها. طبعا طبعا، وده ناتج ان كمان بيحبوا النادي نفسه. طبعا.